عمي فؤاد، عمي فؤاد. ايش كاين؟ فين عمي فؤاد؟ فين هو؟ اش بغيتي؟ انت مالكاش كاين؟ لازمك طالب جاج كاش كاين؟ اش واقع؟ خالتي العزيزه شي سير رجع عندها قول لها انا راني ما راجع شي. ماشي كاين. واش كاين؟ ماتت. الموت مين كتبدا؟ شنو لا الكشي؟ نص صغيرة اختي. الله الله هي هذه. الله 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 العزيزة مشات عباد الله. العزيزة مشات مشات وخلات عباد الله. العزيزة انا عزيزة حل عينك اخويتي هذا فؤاد هاني رجعت ضد بشي عديان رجعت انت اللي قتلتي او فقدتي كيف اقول لها عباد الله او زيدي فيها عويفيا زيدي فيها عويفيا العزيزة العزيزة حل عينيك العزيزة حل عينيك وشوف شكون اللي كيبغيك باللي كيكرهك انت اللي قتلتي حيت ما لقاتكش راجل واش بابا واش بابا غتكملي معايا واش بعدي اللي طايحه شكون هي شكون هي واش عندك اختك ولا عدوتك ها ادوي يا عزيزه ولحنا لها الحناله وغنينا لها فوق راسها اياه نلحنها ونغنيها وندردك بها اذا كان هذا الشيء فيقه يا عزيزه يا قوته قول لي وزعما ما كدرنيش انتم العيالات كتفهموا لهذا الشيء زعما هاد الذهب هذا ما يكون زعما متقل عليها الله اكبر الله اكبر فتح الله وانا صار وحلت عينيها واول كلمه قالت فؤاد الله 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 هذا شقربك ليديا شقربك هذا ليا كيشك لي خويتي هذا منصير منصير يا حبيبي وجيراني أصحابي أنت وضع معهم مديها فك خويا شاشا خويا شاشا وعد عزيزة خاصك تعرفي لنا أنا بوحدي اللي كان بغيك في الدار أنا بوحدي ويلي تبقينا أنا نصير كلمني يا حبيبي كلمني يا جيراني أنا غادي دابا هي الأولى هي الأولى تفادى معاهم هي تمثيلة مع راسها فاتي الحمامة في الفيلم ديال شمكارة ولكن صافي واعر عليها انا كاع عفريت الله يلا ولكن الله يلا بقى فيا مسكين بقى فيا مسكين كيبغي سيري هذاك راس العفانة اللي عارفة باقا زايدة فيك كيبغي سوريا واش معايا طاح العطار الله الله يلا بدا تقسم قسم هلا سير تقسم في الخبز يلا بالي اتعب شويه شي نهار تفردك بشي قوم تعب شويه راه سيرين عند الدرب ويلا درب يا تا يا حنكك من الزياه من طعام العرس يا وليدي 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 وعيالك هي و انا مه العالي هاي ولا عند الشيء وها بنادم واش عباد الله عندكم شعشي وجو علاش تحشموا ولا لا واش من سيره كتموت فوق وانتم دايرين لي انا لافوار ناشطي لي مع راسكم اسفوا احنا سايرين ندروا مع راسنا واش حنا اش غناكلوا راه ما عندنا عيالات يصيروا علينا ياك كنتو تابعيني هادي حاطه لكم على قلبكم قلت يا صافي مشات مسكينه هي مشات صافي هاي يا صافي ها واش سكبو انت
تسال درب لي على الموسيقى ديال دباجيو انا كون كنت حلم وما فيها باس ما تدربش لها واحد نهار ولا يومين عزمك العزيزه راه جارتك وراه مريضه يا ربي سي فؤاد تعال تعال جنوز كي دايرين سير عندو شوفو سير عندو مديش انا خويا اشكي العزيزه ورا غالية 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 شتي هاد النفاق فيكم في دير وجوهكم صحاح وإني راكم رهبانين أجا سي واسي فؤاد تا كيبقى هاد السيدة كيبقى وعباد الله راه معيطة عليكم قالت لكم طلعوا تشوفوها باش تودعكم راه تودعكم وتا سي جيب المرأة طبيب وأنا هي بغات طبيبو راه قالت لك أسيدي باغا تموت بوحدها وتخلي لي أنا وهادي لا جورة المكي سير اخويا الله يخلصك الله يجازيك بخير امشي جيب طبيب ايوا اش انا نسد انت ما قلتيلينو انت دا انت ولا طبيب المعلم انت سكت اللق ولا ما سكتش شتي انت لا ما سكتيش بهاد العصا غادي نسكتك في خطره اش دبك معايا تدخل لحالك يلا دخل لحالك ها هو داخل معايا دخل لحالك وتسد لنا ويلي اسي مكي الله يهديك اش ندخل الحانوت واش اليوم ديال البيع والشراء اسيدي سد الحانوت وطلع شوف من ربي يجازيك بخير الربي السرور ودابا عاد صفيتيها واحد يمرض وواحد يتسيزا على طيب ما بقى عندنا بيع وشراء يا كسي الله اكبر شتي المكي على صحة الوجه عندك حنايا الدعباجي لا وتا الحلانية اسي حنا بالهوا بجوج سوا عن حلو بجوج ولا نسيزه بجوج ما معنى الزق صافي فكملات صافي انت واحد ما يطلع كفايه في سمسم بنو قمقم خوها حتى انت ما تطلعش لا خويا ما نبغيش نشوف شي قندوح الفوق لا صافي ما كلمه شاشا اقول لي غادي الحانوت تاع مكي ديالنا توا دخل في الورث عندك؟ هادشي حتى الاخر شتي هادشي كل اللي كتشوف فيه هنا ديالي انا انا راه غير ساكت الله اكبر ياك فيك يا معلم فكره هادي هو كلشي واش غتزم عليا داك الدرقوم ولا لا؟ هو زامو انا غادي نمشي في حالتي ونشوف اللي يخدم معاك شنو هو؟ انا غادي في حالي بسم الله مات 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 والله وقع وتشحن الحانوت يا ما تقعدت من بيض عفابور عروب نعم يلا وش دراستك نهبطوا نشوفوا العزيزة حتى بلاتي بعدا نتشاوروا مع الأستاذ راه يمكن تكون عنده تجارب في هذا المجال اش هاد الشيء ها استاذ استاذ اش هاد الشيء استاذ حرسوا مالنا ياك لاباس ياك ما كاين باس استاذ الا دخلتوا السوق راسكم راني لاباس ودنيكم على القصر الله يحفظ استاذ اش باغي ما غاديش تهبط معنا فين غنهبط معاك البير سيروا خليوا السيده تموت على خاطرها يا وجوه النحس عنده الصح استاذ والله تاع عنده الصح بالله اش من عنده الصح اش من عنده الصح كان شي زرداك وكان هو من الاولين وراه تاع تاع هو عنده الزرداك وانت عندك ياقوته ولا دايريني الوسط بحال الكفه عرب 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 ناري 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 ماشي ما سمعتي والو مالك اش سمعتي مالك ومصيبه مصيبه واش مصيبه مالك وترى مصيبه وصافي ياك ما ماتت العزيزه وتكون عبدت العزيزه والله العظيم ودا عبدو حيد عليا الموتشو نعم عبدو ياك ما خويا ياقوته طرات ليها شي حاجه حيد عليا اش من ياقوته وراه كنقول لك انا هادشي راه خطر من ياقوته خطر من ياقوته عباد الله دابا علاش خطر اصاحبي انا على الصداع شنو هو الخطر شنو هو الخطر ماك مصدانا واش ما تخلينيش نحسب على خاطري حيد عليا حتى السي قاسم بقى لك على حساب والله كون قلت لكم هادشي دابا اللي جايب لكم والله لو بقيتي حسبتي لا دنيا لا اخره عرفتوا شاشع مالو دخل عزيزه مالو وعاد جا عاوتاني عاد دابا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هاد الشعشع اخطر من الموت الله يحفظ عبدو عبدو نمشيو نهبطو انا مازال تابعني واحد اللوحه خاصني نكملها هبط عروب قوم بالواجب
ارتاش غديرها موتشو اخدير تهبط دابا عند العزيزة ايه وغتقول لها ما يكون عندك باس أخير. والله يشافيك ان شاء الله ايه والله يقعد وسادك ايه وغتقول لها بيناتك وبينا ايه غتقول لي يا سيدي راه كانوا غادي يهبطوا عندك غير 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 خايفين من شعشع الدرجه يا ودي وانا انا غادي نبقى هنا غير نبقى هنا وكيفين نمشي انا هنا نبت ياك يا شعشع ياك كتسناني نموت كتسناني نموت باش نخلع لك الجو ودير اللي بغيتي انا راه خايف عليك اختي العزيزه خايف عليك من هذاك الدب ما بغيتش نخليك معاك بوحدك انت وياه ما كدب قدك هذاك راه راجلي يا عمر الداري ابشر عليك العزيزه راكي مريضه واه ابشر عليك واه كل مرضني قدك كل مرضني قدك شوف هاد اختك راه ما بغاش دير عقلها عيط ما نهضر ما بغاش دير عقلها ونوضي نوضي راك صح من دار بغيتي غير الفرشه بس انا نبداو نورقوا في الامور وراه ما بيها والو راه تاكل بلاد هادي وسيدي قال لك من غير الوكاله والبروفيتاج والفلوس اللي كنت منها قال لك باغي ياخذ لها فلوسها باش يدير المشروع ديالو واسمعني ايوا فلوسي هادوك وشغلي هذاك وديولي وندير بهم اللي بغيت هادي مريضه العزيزه نقول لك انا شوف سد فمك واعطيني اختي ساعه ما نعاود نشوفك هنا عمتي ايه كي بقيتي شويه تما كتوصلي فراسي واش تالفت لك مع جداك ها هي عمتك ها هي خويا شعشع حبيبي ما تلوحش عليك عندك شويه عمتي كي بقيتي شويه اشنو بولا لا ما عندناش هاد الماركه عندنا عنيه عمتي راه سلموا عليك الدراري وقال لك ما يكون عندك باس وما كان ناويين نهبطوا ولكن قال لك عبدو شي حاجه نقولها لك مني لك سرية ما سمعنا تا واحد عبينو بينو بين كنايا قال لك عبدو وعرب راه بغاو يهبطوا ولكن راه خافوا من 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 صاحبي شعشع دابا هاد الهضره غا بينك وبينا ياك ما يسمعها تا واحد ومال شعشع خول باش ما يدخلوش عرفتي شنو سير قول ليهم بلاتي ما يهبط حتى واحد غير عبدو الدردار ولا بغى يهبط يهبط مالا دار فؤاد بوحدو بغى يهبط يهبط سير قولها لي قول ليهم ايه داري انا ايه ومرحبا بيهم واخا بغى يجي عندي مرحبا بيه واخا سمعتيني ايه وعبدو ايه قول لي قالت لك العزيزه راك تسالك لويزه واخا صافي تعرب نقول لها هبط ياك دوزو بخير انا نسيت وخليهم ياكلوا لك فلوس ولا مرضي موتي ولا تريب قاعد في الدار هادي موتشو نعم في الموتور هو كاين موجود فين هو ولا في فوريان في فوريان حجه وصحاب دوك ديباناج وداو قال لك لينا انت حاط الفاسونه فليسر تاع الله يرب كلخ وبلا كاسك وكتقول لي راه حديه ودابا سير تبعو في طاكسي ولا شو كيدير انت في الطاكسي لا عرفتي الموتور انا ما تهمنيش دابا الموتور يديو ولا ما يديوش ماشي شغلي فهمتي مولا دابا يمشي يقلب عليه غير انا من اليوم ما بقيتيش تخوت عليا ما بقيتيش تبي بيع عليا اما قجك فهمتي وانت حسابي معك كل الخراني حساب اخويا عندي بعد اش من حساب دير المشاريع فلوسنا حنا المشاريع اخويا فلوسنا عباد الله فلوسنا عندك بقيت تعيط عليا المشاريع ياك ها معلم والله الا بيني وبينك هذاك الفاخر هو اللي صادق لي في هذه الزنقه يا مالو بحالنا حنا انا وليت الوقعه في النعناع وهكا يدخل الصيف حنا كنولو غنشمشو وكون عا خليتيني المعلم كون خدمت معاه كوراني دابا خدام وزاردها وناشط تعال كبولو يا سيدي الله يا ودي ياك لاباس وانتو مكتوب عرس ولا مكتوب حرب واودي جينا نفك وشوف اش طرا لينا قلتها لك قلت لك الفنانه يبقاو بعاد على الصداع الفنانه ديال اخر الزمان تلامتي المعدن
احنا تقربنا دابا غير دافين ياك هاد العرس جبتي عتا درنا زعما على وجهك ما متاويناش حتى المتاويه اي راه ما كتحشموش نتوما نتوما راه جنس ناقص ياك انا عالمكم ياك كنقول لكم فين ما تبغيو تمشيو لشي والي ما طرقوني وقولوا الله اعلم كنت ناوي نتعاون معاكم كنت ناوي نعطيكم شويه من جلد القرض الماشط يخلصكم العريس وهو ناشط ايه هاي هاسك الضوء قرب هو قول لك بسلامة أجوقع وودي قال لك سيدي العريس ضحك عليهم اكي قال لي راني خدام في ميلانو ايوا في ميلانو زعما يصحابو راه خدام في الطاليان هو عارف واحد القهيوة هنا اها ايوا هاد القهيوة هكا فين جات فين جات راك يكون فيها الموت شوية اللي يلعب في البيكارتم. نعرف الله وعلي. واخا وعاسي سير دي هذوك ديهم. يلا 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 ترقدوا شوية يلا. وين الموت؟ نعرف الله وعلي. الموت؟ نعم. ادخل يا وليدي جبد لك شي دريهمات هنا راني بغيت نسخرك. أي باغي تحصلني داخل وتصوتني. تدخل جبد لك الفلوس رانا بغيت نسخرك. المعلم اسمح لي عاد النومة. تدخل لا كون اجل هنا. اجل هنا. زيد بلاتي خلنا. اجل هنا. تاجل هنا. تاجل هنا. اجي نوريك. اخرج ورا سيدي قلت لي. ما قداتكمش طحنة ديال العز زدتونا طحنة اخرى ولا؟ اي هذه المره ابقى تقرب لي في المزار نوريك الخبوه الاخر الله يعرف الله ها ها اكيد انت بغان مرمتيه ايوا شنو ما ربيش الا غسلو رانا ما قداش هاد الغسله اللي غسلته ثم بقاش فيكو ووجهك راه كاتبان لي عافر راح وساير يشوف فيا شوف حالتك في المريض سير ويلي وليت بحال الشودير وكي وليت يا معلم بحال شيبوب أما تتحمل لوين وين ما بغيت عنعرف دخلنا عليكم بالله شكون مصوت الاخر ايه